ما زلنا احنا شو نشوف شوف شوف احنا ما زلنا هيك شوف اختنا من 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 بالحبس اولا الحبس رجوعي للماضي لان مؤسسه معناها معنوية واضح انها ماضوية وانا بتاعت جات في فترات التخلف الاسلامي مش حتى في فترات وماهيش عندها حتى مصدر شرعي ما فماش ما جات لا في القران لا في السنه. سيبت ناخذ بعض الاسئله هذا هو الموضوع. صدقات الجاريه منشوطه معنا. دونك هذه شوف هذه في تونس في تونس تنجم تولي اولا لتمويل مشاريع معناها خارجه على الدوله ومضاده للدوله. ثانيا تنجم تكون حتى مموله لمشاريع ارهابيه. وثالثا تنجم تكون مدخل للفلوس الخارجيه نتاع اللي جايين من 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 الشرق ومن من قطر ومن كذا راهو تكاد تشوف انت شوف توا واحد مصفي نتاع تركه مصفي يتسمى بصفه وقتيه كذا قداش ينهك الورثاء وينهك التركه واحنا لا في التصرف ما نعرفوش نتصرفوا فيهم هذا تو تشوف النظر باش يسميوه على راس الحبس باش يولي معناها باش يستبد بيروقراطيه جديده باش تتخلق بلاد جديده باش تتخلق دوله في وسط الدوله باش تتخلق ولذلك ثم الرمز الثقافي والرمز السياسي هذا هو المهم كنا نجم نعمل فونداسيون يمشي يجيب لنا كان يجي واحد قالوا بيل جيتس عمل فونداسيون انا مثلهم فهمت حاجتين فهمت بون انك مش مقتنع بالمؤسسه اللي عاملينها في مش عارف في الامان العام الاوقاف اللي باش تراقب مش كافي لكن فهمت حاجه اخرى صحح لي قلت شيء انا ما فهمتش بالكدا ان قلت انه توا بحكم انه مازلنا في الوضع الوضعيه هشه وكل ماناش مستعدين معناها لو نهار ولات عندنا مؤسسات نتاع ولات عندنا دي تراديسيون معناها نتاع انه نتاع الكونت معناها المراقبه نتاع الاموال والى اخره نجمو نعملوا حاجه هكا نجمو نعملوا دي فونداسيون بيان سور المشكله فيها لا المشكله هذه ترمز الى شيء ماضي توا كيما قبيله قال هو ولا انت في التقرير نتاعك قلت معناها باش نرجعوا للحضاره العربيه الاسلاميه يعني من عام 56 ملي قصينا الحبس توا خرجنا على الحضاره العربيه الاسلاميه مش معقول ماهوش معقول علاش شوف واش نعطيك علاش باش نعطيك شيء بسيط ساعد على مستوى الجدوى الاقتصاديه بورقيبه وقت اللي حاهم الثلث نتاع التراب نتاع الاراضي الفلاحيه كانوا ماهوش مستغلين راهو كي تشوف توا حي النصر حي النصر كان حبس كان جا وقت الحبس مازال راهو مازال هكاك زيتون هامل توا هاكا ولا حي كامل والناس تسكت وتدخل في الدوره الاقتصاديه، راهو من الناحيه الاقتصاديه كارثه، بخلاف النواحي الرمزيه والنواحي الثقافيه والنواحي وحركه النهضه اخويا. يودي احنا قلنا مش باش نكمل حركه النهضه. التيار الاسلامي هجماعه اللي يحبوا يدخلوا في روسنا ثقافيا وسياسيا وكذا، يحبوا يرجعوا اولا اون ريفونش على البرجيبيه وثم هذا هو اللي باش نعمل. اذا كان تحبوا اعمال خيريه راهو فما 20,000 فما راهو في البلدان الكل. لا خليني نكمل فقط الوقت. هذه راهي كنائسيه حتى في البلدان الاخرى تو كتاب في فرنسا راهي لي كونغريكاسيون ريليجيوز عندهم الحكايه. ينجم يجي توا واحد خاصه توا في توا ينجم يجي يعمل مدرسه او مدارس او 20 مدرسه او 50 مدرسه او 1000 مدرسه على شرط انها تدرس بطريقه خاصه. وينجم تكون الاموال جايه من برا ويحبسها على شخص او اشخاص خاطر هو تو في الحبس هذايا ينجم يجي يعطيها شخص ينجم يكون شخص هذاك رئيس عصابه ارهابيه ياخذ فلوس شكون ختمها تنظيم شو معناها يعمل مدارس ما نعرفش انا نعطي فلوس انا عندي 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 10 مليار دولار نقول راني باش نحل في كل مشيخه مدرسه على شرط تقري بالطريقه هذه هذا ممكن سيمونيلا بشرط عليه قالوا شرط يقولوا شرط او يقولوا شرط يقولوا هكا في القانون يقول لك شرط الواقف نعم شرط الواقف شرط الواقف انا شرط الواقف انا باش نعطي فلوس انا باش نقول لهم اخويا يقريوا هذه مدرسه ما تقري كان مثلا نجم نعمل حتى مدرسه تقري كان القران برك وفما ولا نقول مدرسه ما تقريش ماده اخرى هذا نجم نعمله ما نعملوش نجم وهذا هو اللي اخترت